اليوم فريق جيش مالكي، اول شيء احنا انا رايي الخاص ان لعبنا احسن ضد احسن فريق في البطوله الوطنيه. فريق جيش مالكي كما شفتوا كيتوفر على عناصر اللي عندها الاكسبيريونس، عناصر لاعبين اللي في المستوى، لا اللاعبين اللي كيلعبوا ولا حتى الاحتياط. لهذا انا كنعتبر ان النقطه ايجابيه لينا حنايا، بالرغم ان في المباراه اليوم كما شفتوا الشوط الاول كان متكافئ شيئا ما، كانوا فرص لينا وفرص فريق جيش مالكي. كانت مباراة اليوم ممتعة بكل صراحة، كان فيها الإيقاع كبير وكانوا فيها فرص للفريق جيش مالكي ولا لينا حنا، لكن حنا في الشوط الثاني ضيعنا فرص، ثلاثة فرص في آخر دقائق اللي كانوا نقتلوا بهم المباراة. كما قلت مباراة متكافئة ومباراة جميلة اليوم ضد أحسن فريق في الدوري المغربي، وكنحمد الله ونشكروا على هذه النقطة هذه اللي خدنا اليوم. رشيد، تشوف أن الماتشات اللي لعبتوا كان ضريب عليكم أنكم بزاف اللاعبين مصابوا في الماتشات الأميكو اللي لعبتوا، واش هذا كان اختيار هذه الماتشات باش توجدوا هذا الماتش؟ كنتوا راسكم انكم تقريبا واحد ثلاثه لاعب ولا اربعه لاعب اللي مصابين وما كانوش اليوم. بالفعل، ولكن اخي هشام ان في فتره التوقف من لازم علينا انك تلعب مباريات وديه باش تساعد المباريات الرسميه في البطوله. فعندنا ست غيابات اللي هي مهمه، خصوصا غياب تراوري وغياب ضرار وغياب أربعة لاعبين آخرين رغم أن ماشي أساسيين الفريق، ولكن اليوم احتاجيناهم لأن اليوم كنا ناقصين حتى في الكرسي احتياط، كنا العدد ديالنا ما كاملش، لأن باقي عندنا مشكل ديال لاكاليفيكاسيون. أربعة لاعبين مازال ما تأهلوش باش يقدروا يشاركوا معنا، ستة لاعبين مصابين. فالحمد لله حاولنا أن نجيريو الماتش ديالنا باللاعبين اللي كانوا موجودين، وبهذا المنبر هذا كنحييهم على القتالية اللي داروا اليوم والمستوى الكبير اللي ظهروا به اليوم، لأن الظروف اللي عشناها في هاد 10 أيام أو الأسبوعين الأخيرين كانت ظروف شيئا ما صعبة، ولكن الحمد لله المباراة كانت بالنسبة لي أنا ارتحت لها بشكل كبير، خصوصا من ناحية الأداء ديال اللاعبين. سي رشيد سامي متوكل صاحبي قناه شوف تي في، سي رشيد يعني كما قلتي ان دوك الاحتياط كانت ناقصه عندكم، يعني ما كانوش فيها اللاعبين بعدد كافي، ما كتشوفش ان حتى يعني الظروف اضطراري ديال احد اللاعبين يعني من الدقيقه الاولى زاد اثر على الفريق؟ ما نقولوش اثر، لان اللاعبين انا بالنسبه لي اللاعبين لا اللي كيلعبوا ولا اللي كيدخلوا في الاحتياط فكيأديوا الواجب ديالهم، والدليل ان البديل اللي دخل في بلاصه اللاعب اللي تصاب في اول دقائق هو المليوي. المليوي استطاع باش يجيب ضربه جزاء، يحصل ضربه جزاء، وهو في نفس الوقت سجل ضربه جزاء. فهذه يمكن كتبغي تبعثر لك الاوراق، ولكن الحمد لله اليوم كانت ما كناش كنتمناو حمزه الواسطي يتصاب، كنا كنتمناو لان من اللاعبين اللي كنعتمدوا عليهم في كل مباراه، لاعب اللي كيلعب بسخاء كبير، لاعب اللي مجتهد، لاعب اللي الحمد لله بلاصتو كاينه، المكانه ديالو كاينه في فريق شباب محمديه. ما كناش كنتمناو انه يكمل المباراه، ولكن الحمد لله ما اثرش علينا لان المليوي كان في المستوى حتى هو. رجع الاصابات يعني كما قلت لكم عندنا عدد قليل من اللاعبين، عزيز مدخلي نسيت ما ذكرتوش حتى هو مصاب من اللاعبين اللي كنعتمدوا عليهم، ولكن الحمد لله على كل حال نقطة نعاود نقولها مرة ثانية إيجابية لنا. رشيد آخر سؤال. يا حمزة. صباحك مزيان. من اللي ولكن عارف كيدو في المرحلة اللي كانت صعيبة ما بقاش كيسجل، اليوم الهدف ديالو ضد ليفار واش كتشوف أنه يقدر يرجع المستوى ديالو ويعطي مورال لراسو باش انه يرجع المستوى ديال المليوي اللي عرفناه السنوات اللي كان ماشي؟ بالفعل انا كان عليا نجاوب السؤال الاخ اللي قبل من اتصاب الواسطي ودخل المليوي. انا فرحت المليوي بزاف لان كتعرفوا خمس مباريات المليوي ما نقولش بان ما كانش مستوى، كان في مستوى كبير ولكن ما كانش محظوظ، لان انا كنت مهاجم والمهاجمين كيمروا بعض الاحيان بواحد الفترات اللي كتكون شيئا ما صعبه وكيمر منها المليوي. الهدف اللي سجل اليوم والاداء اللي قدم اليوم في الدخول ديالو وحتى الكومبورتمون ديالو، المليوي لاعب اساسي ولاعب في الفريق يعني مده ثلاث سنوات، جلسنا في مقعد الاحتياط وكانت كومبورتمون ديالو جد ممتازه. لهذا انا فرحان كثير لاسامه المليوي بالاشياء اللي قدم الفريق قبل من المباراه وكيفاش كانت كومبورتمون ديالو وحتى بالاهداف اللي سجل، لان ان شاء الله غيرجع ليه واحد الثقه كبيره ان شاء الله، لان عارفين المليوي هداف كبير وهو الهداف الاول تاع فريق شباب محمديه. نتمنى يرجع المستوى ديالو، ماشي المستوى، رجع الثقه ديالو ان شاء الله ورجع التهديف، وغنشوفوا المليوي ان شاء الله في المباريات القادمه. ما نساوش ان المليوي يكون احسن، ما نساوش ان المليوي العام الماضي كان هو هداف الفريق، لكن 11 المباراه الاولى ما سجلش. حنا راه العام راه يلاه خمسه مباريات، المباراه السادسه هو سجل. نتمنى ان شاء الله تفتح الشباك تبقى مفتوحه عند المليوي ديما ان شاء الله. شكرا. المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.